سنجل طق سنجل طق معقول الراس رمح طق بشي وكسر يعني سنجل طق يعني شيء اجى بمحله يعني اجى بمحله الغرض اجى بمحله سنجل طق يعني شيء محله 100% يعني صاب الهدف يعني عمل شغله صاب الهدف بيقولوا سنجل طق سنجل يعني السهم الطق من شيء مسلسل مكسيكي لا ايه ايه انه قديم هذا من 20 سنة سنجل طق هذا هو المسلسل يعني والله ما سمع شيء سمع بالأرجيلة سنجل طق ما سمع في اول مرة بسمع سنجل طق يعني بتطلع تمام يعني على الإبرة يعني مزبوطة 100% سنجل طق يعني وقف سنجل طق اللي بيحمل البوليس اللي بيحمل العسكري اللي بيحمل البارود هيك بيوقف سنجل طق بضل واقف شامخ سنجل طق يعني شفت هذا الأروم هذا تجيب الهدف 100% هيدا هي سنجل طق يعني 100% هيك كانوا يوقفوا الحرس على باب الصورة تبع هيدا سنجطة ما بتحرك سنجطة مثل الصنم سنجطة انه ما فرعني معه يمكن يعني هاي السنجل اللي بتقوصوا في اللي بيعملوا مثل النبلة هي شو الطق هاي يعني بالطق لما بتعملي لها هيك بتطلع صوتها سنجطة شو يعني بابا يعني على البكلة على البكلة بكون عم بطبخ تطلع او عم ساوي ديكور بيت بيطلع كتير مرتب سنجطة يعني واقف وقوف بيجي سنجطة يعني على التمام والكمال سنجي حتى الطق يعني على تمام والكمال هذه الكلمة المهمة سنجطة يعني رايح دغري سنجطة على طول لوني ولا يمين ولا شمال هلا هي يمكن كلمة تركية انه واقف مثل السنجة جاهز طق 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 يعني واقف مثل المسمار سنجنج تاك